صباح الخير. النهاردة قالوا لي قول لنا كلمتين عن المحاضرة اللي أنا هتكلم فيها في الإيفنت في حكاية صحة. أنا هتكلم في إزاي تتعامل مع الطفل المراهق. يعني دي مشكلة، لأن إحنا كلنا كأهالي وأباء بنعاني من أولادنا أول ما يوصلوا 12 13 14 سنة لغاية لما ربنا يسهل ويعقله لما يخشوا كلية. فالطفل المراهق ليه طبائع وليه خصائص وليه تفكير وليه عواطف وليه أحاسيس وحاجات كتيرة جدا، لو إحنا ما فهمناهاش بنغلط زي ما بنقول بنطقش معاه. فالمحاضرة هتكون ازاي تستوعب هذا الكائن اللي بالنسبة لنا غريب. ما تنسوش حاجة، كلنا كنا في وقت ما مراهقين.